السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة وفي ساعة جديدة من برنامج أريد طفلة. هذا البرنامج الذي يختص بمشكلات الذكورة وعلاج تأخر الإنجاب. طبعا في الحلقات اللي فاتت شفنا مواضيع مختلفة بتخص أمراض الذكورة، وعلى رأسها طبعا تأخر الإنجاب وأحدث الوسائل لعلاج تأخر الإنجاب عن طريق الحقن المجهري، وهو أحد وسائل الإخصاب المساعد. وتحدثنا أيضا في حلقات سابقة عن حالات انعدام الحيوانات المنوية داخل السائل المنوي كإحدى المشكلات، وتحدثنا أيضا عن مشكلة الدوالي الخصيتين والتي تصيب الكثير من الرجال وتوجد بنسبة 20% من عامة الرجال. النهاردة عندنا حلقة مهمة جدا جدا، وهي حلقة خاصة شوية وقد تكون موجهة إلى الرجال بشكل أخص، يعني كان لازم نحن نتكلم فيها، لكن الحديث في هذا الأمر يعني بيوضع تحته خطوط كثيرة، لكن كيفية تناول المواضيع هو ده الفارق بين طريقة العرض وطرق العرض الأخرى. موضوعنا النهاردة عن الضعف الجنسي عند الرجال، الضعف الجنسي عند الرجال. وطبعا احنا كمجتمع شرقي لما بنيجي نتكلم في حاجة زي كده بينظر للشخص بنظرة مش ولا بد شوية. هي حقيقة مرض ومشكلة تؤرق الكثير والكثير من الرجال الذين أصيبوا بمثل هذه المشكلة، لكن المشكلة الأكبر إن أنا أسمح لنفسي إن أنا أخجل إن أسأل مشورة الطبية في حاجة زي كده، لأن ده ممكن يسبب فيما بعد لا قدر الله بطلاق أو انفصال بين الزوجين لسبب مشكلة معينة، والزوج في نفس الوقت هو محرج إن هو يتصل لأن يعني أو محرج إن هو يسأل مشورة طبية أو يتوجه لطبيب ذكور علشان يقدر إن هو يعالج المشكلة اللي عنده، وفي نفس الوقت هو ما بين يعني نار ما بين إنه يثبت رجولته أمام نفسه وبين أصدقائه، ويثبت رجولته أيضا أمام زوجته اللي ممكن فيما بعد زي ما قلنا إن هي تتطرق لمشكلة الانفصال عن الزوجين. وكثير من الأزواج يعني كأنه يطلق عليه الزواج السلبي، الزواج بدون اللقاء الحميم أو بين اللقاء بين الزوج والزوجة. اسمحوا لي ان احنا نتكلم النهاردة في هذا الموضوع لانه فعلا مشكلة بتؤرق الكثير، وعايزين نطرحها بشكل علمي وبشكل مهذب. لذلك انا اقول ان هذه الحلقة موجهة للرجال فقط، مع ضيفي وضيفكم دائما الاستاذ الدكتور عمرو الاهواني، استشاري امراض الذكورة وعلاج تأخر الانجاب بكلية الطب القصر العيني. في البداية برحب بحضرتك يا دكتور عمرو النهاردة، اهلا بيك يا دكتور، وارجو ان احنا نقدر نتناول الموضوع النهاردة بشكل يرضى او مرضي للمشاهدين، وفي بشكل برضو لا يخدش حياء الوجه، ونقدر ان احنا نجاوب على تساؤلات ومشكلة كبيرة عند بعض الرجال وهي مشكلة الضعف الجنسي. لو حبينا نبدأ يا دكتور ونقول ضعف جنسي، يعني ايه ضعف جنسي؟ وامتى انا اعرف ان انا مصاب بضعف جنسي؟ طيب هو الاول قبل ما اتكلم عن ما هو الضعف الجنسي، انا عايز اقول ان حضرتك اديت مقدمه فعلا ان هو ممكن الضعف الجنسي يسبب مشاكل ما بين الزوج وزوجته، بل هو احنا ساعات بنقابله كتير جدا ان احنا بنلاقيه هو سبب ان تاخر الانجاب او انعدام الانجاب. ممكن تلاقي متجوزين بقالهم 3 سنين وتلاقيهم راح الدكاتره كتير وقعدوا يدوا الراجل علاج عشان خاطر الحيوانات المنويه، والست تعمل فحوصات وتحاليل ومحدش فكر يسالهم انت اخبار العلاقه الزوجيه ايه؟ هو ممكن هم يكونوا من ساعه ما اتجوزوا، انا مره شفتها في ناس متجوزين بقالهم 5 و6 سنين، 5 و6 سنين ما حصلش اي نوع من العلاقه الزوجيه، فبالتالي ما حصلش انزال للسائل المنوي فالست ما حملتش، هو ده مشكلتهم الاساسيه. فنبتدي ساعتها بنبحث ايه سبب ان هو عدم اتمام العلاقه الزوجيه. لما نتكلم عن الضعف الجنسي للرجال وهو احد اسباب فشل العلاقه الزوجيه، يعني في مشاكل بتبقى في الستات، يبقى الراجل بقى كويس بس الست هي اللي فيها المشكله. يعني احيانا قد تصاب المراه بضعف جنسي ايضا. يبقى عندها مشكله اشاره موجوده في مصر حاجه اسمها الفاجينيزمس. هي دي من اسباب اللي بنسميها انكونسوميتد مارج او فشل ليله الزفاف. احنا بنتكلم على فشل ليله الزفاف ان هو ليله الدخله زي ما الناس بتقول، ان هو ما حصلش علاقه. فطبعا ممكن يبقى سبب الراجل عنده ضعف جنسي، وده هنتكلم عليه النهارده بالتفصيل. ممكن الست نفسها يبقى عندها مشكله، عندها حاجه اسمها فاجينيزمس، هي خايفه. يعني ايه فاجينيزمس؟ ان هو بيحصل انقباضات تقلصات في العضلات، في عضلات الحوض، عضلات المهبل، وحتى الفخاذ نفسها. من الخوف؟ من الخوف، ان هي بتبقى اساسا دايما معتقده او هي اتربت على ان الراجل. يا دكتور احنا في مجتمع شرقي بتلاقي البنات مع صديقاتها في المدرسه، بتلاقي المتزوجات في اماكن الا ما رحم الله، الكلام بيروح ويجي في الموضوع ده بشكل. هو الموضوع بيبقى اساسا دكتور صلاح بيبقى الستات البنات اللي بيجي لهم الموضوع ده بيبقى يا اما سمعوا كلام من والدتهم. أيوة. طول عمرهم اتربوا بالظبط الراجل ده او هتقربي له او الراجل ده يقرب منك ما استحاله يلمسك، فهي بقت
جوه عقليتها الراجل ده بالنسبه لها حاجه مخيفه. الراجل ده هيضايقها او هيعملها مشكله. غير انها ممكن بتسمع من صاحباتها دايما ان العضو الذكري او ساعه الجماع اول مره تبقى مؤلمه جدا. فهي خايفه من الالم بتاع اول مره. فبالتالي بتفضل انها عامله في حاله رفض للزوج. بس ده مش موضوعنا النهارده، احنا النهارده هنتكلم على موضوع اللي هو الضعف الجنسي. تمام. عند الرجال، ما هو الضعف الجنسي؟ هو الفشل في اتمام العلاقه الزوجيه او الحفاظ على الانتصاب، ان يكون في انتصاب او ان هو يحافظ على الانتصاب اكتر من 50% من مرات محاوله الجماع. يعني لو حصل 10 مرات محاوله جماع ممكن هو لو هو مثلا لو حصل 5 مرات منهم قدرش ان هو يحصل انتصاب كامل يبقى هنا ابتدينا بقى في ضعف جنسي. لو 4 مرات بس مفيش مشكله، لو 3 مرات مفيش مشكله، ان الراجل ممكن مش كل مره يجي يعمل علاقه زوجيه بيبقى كويس. الفشل ده يا دكتور فشل انتصاب بيبقى فشل تام ولا هو بيحصل نوع من الانتصاب القليل للعضو الذكري ثم ذلك يرتخي بسرعه؟ لا انا قلت في ان هو الحصول على الانتصاب او محاوله المحافظه على الانتصاب اثناء الجماع. يبقى يا اما يعني يبقى نوع الفشل قد يكون فشل كلي في الانتصاب، ان هو من الاول فشل في المحافظه على ان هو ما حاولش الحفاظ على الانتصاب. تمام. وفي نقطه عايز دايما اقولها دايما عشان في رجاله كتير قوي بيختلف الموضوع عليهم. في فرق ما بين ضعف الانتصاب وسرعه القصف. يعني جه راجل عنده ضعف انتصاب لازم اعرف المشكله عنده اساسا ضعف انتصاب ولا هو عنده سرعه قصف. ان في ناس عندها سرعه قصف رهيبه ممكن اقل من 10 20 ثانيه. اول الراجل طبيعي زي ما احنا عارفين اول ما بينزل السائل منه بيحصل ارتخاء. يبقى مثلا هو عنده ارتخاء عشان هو اساسا حصل له سرعه قصف، حصل له قصف مبكر. مبكر. ممكن يعد ده ضعف انتصاب. يفتكر ان ده ضعف انتصاب. لا لا لا. يفتكر ان ده ضعف انتصاب. يبقى احنا قلنا ضعف الانتصاب هو عدم القدره على الانتصاب او عدم القدره على المحافظه على الانتصاب في اكثر من 50% من مرات محاوله الجماع. اسبابها بتختلف من حاجات كثيره. احنا ممكن الاسباب نقسمها كذا طريقه، ممكن نقول حاجه عضويه او حاجه نفسيه. يعني ممكن تكون اسباب ناتجه عن امور نفسيه. حاجه نفسيه، انا بحب اقسمها لا تقسيمها في الشباب الصغير وفي الشباب الكبير. تمام. او في الرجاله الكبار. الشباب الصغير طبعا تبقى اشهرها ان احنا بنلاقي او اكتر ناس بيجوا لنا ان هو عنده زي ما قلنا فشل ليله الزواج. فشل ليله الزفاف، ان هو ليله الدخل او ما حصلش الموضوع ده. دي عاده تبقى اسبابها نفسيه بحته. لانه يعني طبعا بقاله يعني سنوات وسنوات بيكون صوره في ذهنه، وطبعا في النهارده في تلفزيونات في انترنت في الشارع اصبحت السلوكيات متغيره، فكل دي ممكن تكون بتاثر عليه بشكل معين. الصراحه احنا لو نتكلم بشكل مباشر الفكره بتبقى ان الشاب بيبقى داخل خايف. ايه اللي مخوفه؟ ده هو داخل خايف هو داخل خايف. مرعوب. اول مرعوب اللي هو بنسميه فير اوف فيلير، خايف يفشل، هو خايف ان شكله قدام مراته بقى وحش، خايف ان هو يجي يحصل انتصاب ما يعرفش. الخوف ده بيخليه فعلا ما يحصلوش انتصاب. احنا عندنا عاده في مصر هنا دايما الشاب لما يجي يتجوز لازم قبلها باسبوع تلاقي كل اصحابه بيتجمعوا معاه ويخرجوا معاه وكل واحد يقعدوا مع بعض على القهوه وكل واحد يقعد يقول له معلومات ويقعد يفتي ويقعد يقول حاجات ما حصلتش. واحد يقول له انت لازم اول ليله لازم الموضوع ده يحصل مش اقل من 5 مرات. واحد يقول له ده انت لازم عمال ما يجي القصفه الاولانيه لازم تقعد لك نص او ثلاث اربع ساعه، كلام غير مظبوط، وتلاقي صاحبك بيقول له كده هو ما حصلش الموضوع ده اساسا. بس صاحبنا ده يا عيني يفضل قاعد يسمع الكلام، ياخد الكلام ويسمعه ويقعد يخزنه في نفسيته. فيجي طبعا يبقى داخل خايف. الخوف اللي هي بنسميه الانكزايتي او القلق بيشغل نوع من الجهاز العصبي اسمه العصب الجهاز العصبي السمبثاوي. الجهاز العصبي السمبثاوي ده اللي هو بتاع الخناقات، اللي هو بيزود الادرينالين. فبيخلي انت بتجري من حاجه ولا فبيخلي الانتصاب ما يحصلش. احنا عندنا الانتصاب بيحصل بجهاز عصبي تاني اسمه الباراسمباثاوي. سبحان الله. فاذا القلق ده بيخلي السمباثاوي يشتغل مش الباراسمباثاوي، فده طبعا بيقلل الانتصاب. تاني مشكله رهيبه دكتور صراحه عندنا في مصر ودي فعلا احنا بنعاني منها بقى كاطباء ذكوره في عيادتنا دايما، الموضوع اللي هي الافلام الجنسيه او الافلام الثقافيه الاجنبيه. راجل يجي صاحبنا اللي هيتجوز ده يتفرج على فيلم، طبعا اول حاجه بيشوفه في الفيلم ده بيشوف ست الفحوله بتاعته قويه جدا، سواء بقى كان العضو الذكري بتاعه حجمه كبير او الكلام ده كله، يفتكر ان هو ده الطبيعي. فيقعد يعني يقارن نفسه بالراجل في الفيلم ويقارن مراته بالست في الفيلم، يصاب بالحسد. فالست ده بيجي له بالظبط، بيديله نوع من عدم طبعا الصدق. دي نقمه الى جانب ان الحاجات دي حرام، فدي نقمه كبيره للافلام الجنسيه اللي بعض الشباب الموضوع ده منتشر جدا، من اكتر الحاجات اللي احنا بنعاني يعني منها. اسمح لي ان انا صارحك ان احنا كنا بنتكلم ايه اللي عايزه، احنا النهارده حلقه هنتكلم فيها عن كل شيء. احنا كنا بنتكلم وبنقول ان الافلام الجنسيه وفي الفتره الاخيره اللي فاتت دي كنا قلنا خلاص المواقع الاباحيه هتتقفل يعني الدنيا هتتغير شويه، لكن يقال انه للاسف لسه يعني هو استحاله ينفع تتقفل.
لان هي حاجه، بص الافلام الجنسيه زي ما هي فيها مشكله، ويمكن انها فيها جانب معين من التثقيف من الثقافه، بس بتختلف على مين بيتفرج عليها. ان هو بس للاسف الناس كلها، بس ده مش مدعاه ان احنا نتفرج لا عليها، لا لا طبعا نتعلم ثقافه، بس انا اقول الناس دايما الشباب لما بيتفرج عليها بيبتدي ان هو يفتكر ان هو ده الطبيعي، فبيبتدي بتحصل مشكله. الموضوع ده وان كان احنا بنوجه اللوم على الشباب اللي بيدخلوا على الانترنت وعلى المواقع وعلى الحاجات دي كلها، فاصبح النهارده في نسبه من البنات بتتناول المواضيع دي وتتفرج عليها. الكلام ده مظبوط طبعا، يعني دي حقيقه. في احصائيه اخيره اتعملت كده، يقال ان البنات بعض البنات برضو بيلجأوا لبعض الحاجات دي. بالظبط. ايا كان احنا بنقول ان هو دلوقتي فشل ليله الزفاف بيكون ان الراجل داخل خايف اساسا، في فيلير، او هو عنده معتقدات خاطئه عن الجماعه زي ما قلنا، يحصل جماعه كم مره في اول ليله والقصف بيتاخر، عنده معتقدات خاطئه فهو بيبقى داخل خايف. فطبعا دي من اهم الاسباب، دي احنا بنقول عليها اسباب نفسيه. تمام. ان هو عنده، هو ده سبب نفسي، هو عضويا سليم والعضو بتاعه كويس، الدوره الدمويه لكن كويس. الفهم في حد ذاته ممكن يدخله في يعني انا مثلا هقول لك حاجه، ما هو اكبر او اقوى عضو جنسي في الجسم؟ المخ، مش العضو الذكري. سبحان الله، دي كيمياء. الموضوع كله بيبتدي من هنا، دكتور. كيمياء واشارات عصبيه ربنا خلقها في جسم الانسان، وخلق يعني اخلقناكم من ذكر وانثى، خلق الذكر والانثى عشان ينجذب للانثى باشارات وبميكانيكيه وبنظام. كويس ان حضرتك قلت ميكانيكيه، هو السؤال ده كيف يحدث الانتصاب؟ دي نقطه مهمه. بيبتدي ان الراجل بيشوف الزوجه او بيفكر في الزوجه او بيسمع كلام حلو من الزوجه او حتى، بس دي موجوده في الحيوانات اكتر، ان هو بيشم ريحه تعمل له اثاره. ايا كان هو بيستقبل، احنا هنا عندنا في حالتنا هو بيشوف الزوج او بيبتدي هو بيحس او بيلمس الزوجه. يبتدي المخ بيبتدي يشتغل، بتتغير موضوع الكيماويات الموجوده او الاشارات الكيميائيه الموجوده في المخ. دي بقى كده تنزل في النخاع الشوكي، لما توصل لجزء معين تبتدي تغذي العصب اللي راح للعضو الذكري. تمام. العصب ده بيغذي بقى نسيج العضو الذكري، بيبتدي يحصل فيه تغيرات معينه. هنا بقى القلب، الشرايين بقى بتوسع لراحل العضو الذكري، والقلب يضخ دم كتير. طبعا ما هو ده بيبقى موجود طبعا. الشريان راح العضو الذكري بيوسع، يبتدي ان هو يدخل دم للعضو الذكري. المفروض عشان يحصل الانتصاب ان الدم يخش ما يرجعش. دي فكره الانتصاب. الدم يخش يتحبس في العضو الذكري، وربنا سبحان الله خلق العضو الذكري بتركيبه معينه تخليه ان هو يقدر ان هو يحبس الدم اللي موجود جواه. حس ان لما الشريان بينزل دم كتير جوه النسيج الكهفي بيوسع، ان هو بيقوم جاي زانق الاورده اللي هي المفروض ترجع الدم للجسم للقلب بين طبقتين معينتين، مش بيخلي الدم انه يرجع للقلب، فبالتالي الدم بيتحبس. فهو ده اللي بيدي الانتصاب اللي بيحصل ساعه العلاقه الزوجيه. صاحبنا اللي هو بيبقى عنده مشكله ده، هو بيبقى قلقان، عنده هنا اساسا مخه مش قادر يستوعب الموضوع، قلقان جدا. فبالتالي الاشارات الكيميائيه اللي بتبتدي او الكهربائيه اللي بتبتدي تحصل في المخ وتمشي في النخاع الشوكي مش بتحصل خالص او بتحصل بطريقه ضعيفه. فبالتالي بيدينا انتصاب، بيتميز الانتصاب اللي هو الراجل القلقان ايه؟ انتصاب يجي ويروح. طيب يجي ويروح. ورود الدم يا دكتور للعضو الذكري علشان تحدث عمليه الانتصاب بيتوقف على قوه الاثاره؟ يعني انا لو شفت حاجه مثيره جدا وقويه بيكون انتصابي اقوى اما اشوف حاجه اقل اثاره؟ طبعا. بتعتمد قوه الانتصاب، بتعتمد طبعا على المؤثر اللي هو مثلا زي ما قلت اللي بيعمل اثاره، السن، مستوى الهرمونات، بيدخن وما بيدخنش، حاجه اسمها ميتابوليك سيندروم، هل هو السمين، عنده كوليسترول عالي، بتعتمد على الموضوع ده. في عامل وراثي ايضا، يعني ممكن يكون العيله دي يعني فيها جين معين او فيها لا صفه وراثيه. لا مفيش اي لا طبعا. احنا يا دكتور يعني عايزين نفرق بين ان القدره الجنسيه تختلف عن القدرة الإنجابية، يعني القدرة على الإنجاب بتختلف عن القدرة الجنسية، دي شيء وده شيء. طبعًا. بدل ممكن يحصل إنجاب بوسائل إخصاب زي الحقن المجهري بدون ما يحدث أي لقاء بين الزوجين، بناخد من هنا الحيوان المنوي وبناخد من هنا البويضة ويتم التلقيح، لكن القدرة الجنسية بنتكلم عليها وهي القدرة التي تصل بالزوجين إلى مرحلة الاستمتاع ببعضهما، حتى دي وطبعًا الله التي فطر الناس عليها. مش احنا بس، مش بشر بس، ده الحيوان وكل وكل المخلوقات ربنا كده. بالظبط. هو طبعا بس العلاقه الزوجيه لازم تتم عشان يحصل انزال السائل المنوي داخل المهبل وبالتالي يحصل الحمل. تمام. فدي نقطه مهمه. نيجي بقى للاسباب الثانيه اللي من الضعف الجنسي. احنا اتكلمنا على الاسباب في السن الصغير اللي هي عاده بتبقى اسباب نفسيه. الاسباب الثانيه بتيجي في الناس المتقدمين في السن، بيبقى نتيجه مرض عضوي. اشهر حاجه تاثر التقدم العمر نفسه. مع تقدم العمر بيبتدي نسيج العضو الذكري نفسه ان هو بيبتدي يحصل فيه زي تليفات، او بيبتدي ان هو بتبقى قدرته مش زي ما كان صغير. تاني حاجه مرض السكر اشهرها، ان هو يكون عنده مرض زي مرض السكر. مرض السكر ده بيأثر على الشرايين وعلى الاورده وعلى الاعصاب.
فبالتالي ان هو بيبقى الشريان عنده مش قادر ان هو يضخ الدم كويس، بيبقى عنده ان الاورده مش بيحصل فيها احتباس، مش بتتقفل، فبالتالي الدم مش بيحتبس. نفس العصب نفسه اللي هو اللي بيحس بيه بيبقى خلي النفس بيجي، احنا عارفين السكر بيعمل حاجه اسمها نيوروبسي، ان هو بيأثر على العصب نفسه. فبيخلي ان نفس الاشاره الكهربائيه بتمشي في العصب مش بتبقى جيده، وبالتالي الانسان لو وصل مش بيحصل كويس. غير ان مع مرض السكر مع السن بيبتدي يقل مستوى هرمون الذكور التستوستيرون، نفس هرمون التستوستيرون بيبتدي يقل، فده من الاسباب ان احنا حتى بنضطر نعالجها في مرض السكر. الحاجات اللي بعديها طبعا اي مرض زي مرض الضغط، برضه الضغط برضه بيأثر على هل في بعض ادويه الضغط احيانا ممكن تؤدي في ادويه الضغط عشان كده بيساوي الضغط البيتا بلوكر، البيتا بلوكر اشهرها طبعا يعني، بس احنا مش هنقدر نقول اسماء تجاريه، بس اشهرها البيتا بلوكر طبعا. بس احنا عاده احنا لما بيبقى واحد عنده ضعف الجنسي بنمشي اللي هو الاي سي انهبيترز اللي هو ادويه ضغط مختلفه. طبعا دكتور الضغط بيعمل كده مش انا، بس انا بديله ورقه لدكتور الضغط بتاعه. فده دي هي اشهر الاسباب العضويه اللي ممكن بتصيب الراجل بالضعف الجنسي. تاني اشهر حاجه بيبقى الناس اللي هم بيشيلوا البروستاتا، ودي طبعا يمكن الكلام ده بيمس ناس كتير من اللي بيسمعوني ان هم يكون عندهم مشاكل بروستاتا او عملوا عمليه لازاله البروستاتا. بعد لما احنا بنعمل عمليه البروستاتا بتتشال بيحصل تغيرات في داخل نسيج العضو الذكري نفسه، اللي هو ممكن يحصل يبتدي يحصل فيه تليفات، عشان كده احنا بنعمل حاجه اسمها بينايل ريهابليتيشن، او ان احنا بنبتدي بنصلح العضو بعد موضوع شيل البروستاتا. يعني لازم الراجل يشيل البروستاتا يبتدي على طول من بعد العمليه بشهر ان هو يروح دكتور الذكور عشان يبتدي ان احنا نديله ادويه او بنعمل له حاجات معينه عشان نحافظ على النسيج بتاع العضو. تمام. لان هو ممكن لوحده بعد سنه يرجع له الانتصاب تاني. لو ما رجعش هنضطر نلجا لاشياء اخرى ان احنا نبتدي نصلح له فيها الانتصاب بتاعه. تمام. وهي دي طبعا في حاجات تانية برضو الغذاء بقى يا دكتور والصحه العامه يعني مثلا اهم حاجه دكتور صحه الرياضه. الرياضه الواحد يحافظ على وزنه والرياضه، حتى مش محافظ على وزنه اهم حاجه الرياضه. لو احنا كان في كان بحث كان اتعمل ان هو لو انت جبت 100 راجل عندهم ضعف جنسي وخليتهم يقعدوا لمده 3 شهور يلعبوا رياضه مرتين على الاقل في الاسبوع، 30% منهم انتصاب بيرجع تاني. وطبعا ويمكن ده سبب ان احنا في بلدنا زي مصر بنصاب بنسبه كبيره من الضعف الجنسي مقارنه ببره. يعني انا كنت شغال في اوروبا، فعلا في اوروبا نسبه الضعف الانتصاب قليله جدا مقارنه بهنا. طبعا يعني السيدنتري لايف او اللي هي الحياه الخموليه اللي احنا كلنا عايشينها، انت بتاكل وحش، ما بتلعبش رياضه، تنزل هتروح مشوار كتير، عايز تطلع الدور الاول تاخد الاسانسير، ما بتطلعش على السلم، الكلام ده كله والتدخين الى خلافه طبعا. فدي من النقط المهمه اللي هي فعلا بتفرقنا عن اوروبا او امريكا. برضه عندهم مشكله انتصاب كبيره برضه، ان هم برضه عندهم الوزن الزياده والحركه بتبقى مش كتير. هيبقى بعديها دلوقتي اللي احنا يبقى احنا قلنا لو جه واحد بيشتكي من ضعف الانتصاب لازم هنبتدي ان احنا نشخصه، لازم بتتعامل معاه ازاي يا دكتور؟ اول حاجه لما طبعا هو الموضوع محرج شويه، مع يعني انت موضوع محرج بس تاخد المريض موضوع يعني على زي ما بيقولوا على كفوف الراحه كده، بحيث ان انت تقدر تاخد منه المعلومات. المهم بتتعامل معاه ازاي؟ اول حاجه لما بيخش المريض هو عاده بيبقى المريض جاي لوحده، ولو المريض جاي معاه زوجته انا بخليها تنتظرني بره شويه عشان انا لازم بتكلم في تفاصيل العلاقه الزوجيه، لان انا ممكن من التاريخ المرضي، وده اهم حاجه في تشخيص الضعف الجنسي. انا من التاريخ المرضي انا بوصل لتشخيص حوالي 70% او 80% من الحاله، لازم اقعد بتكلم معاه. اول حاجه بساله انت الصبح بقى عندك انتصاب ولا لا؟ لو بصحى من النوم الصبح اللي هو بيلاقي في انتصاب ولا لا؟ ان هو واحد ممكن يبقى هو الحاله النفسيه المفروض مع زوجته ده علامه صحه جنسيه كويسه؟ مع علامه عضويه كويسه، ان هو عضويا سليم، العضو كويس سواء متزوج او غير متزوج. الفكره كلها ان هو ممكن قلنا الراجل صاحبنا اللي بيبقى عنده قلق ده ساعه العلاقه لما بيبقى نايم القلق ده بيروح فبيحصل الانتصاب. هو المفروض اصل ربنا خلقنا الراجل وهو نايم لازم يحصل له انتصابات ليليه عشان ده بيغذي النسيج العضو، لو ما حصلش العضو بيتليف ويبوظ. فطبعا لما هو بيصحى الصبح اللي عنده انتصاب ده معناه ان هو عضويا سليم. تمام. تاني حاجه بنبتدي نساله ان هو علاقته مع زوجته عامله ازاي؟ زوجته متعاونه معاه في الجماع ولا لا؟ ان في ستات بتلاقيهم مش عايزين الموضوع ده، سواء في السن الصغير اللي هي خايفه منه زي ما قلنا الفاجينيزمس، او واحده اساسا مش هامم هي عندها او ما بتحبوش طبعا دي من الحاجات الثانيه. او بنساله هو ايه رايه في زوجته، هل هي بتصير ولا لا؟ دي نقطه مهمه. بتحضر نفسها كويس قبل العلاقه ولا لا؟ ان في ستات ما بيفرقش معاهم الموضوع ده خالص، في ستات بيحصل لهم نوع من الزهد في الموضوع ده خصوصا مع تقدم السن شويه، تقول لا يعني عيب ما يصحش والكلام ده. ده طبعا بيخلي الرجاله الاثاره عندهم بتقل. فده بيأثر على مستوى الانتصاب. فانا لازم اعرف اول حاجه انتصابات الصبح عنده عامله ازاي،
هل علاقته ما بينه وما بين مراته عامله ازاي، ولو حس ان الزوجه فيها مشكله بضطر ان انا اتكلم مع الزوجه لوحدي نشوف ايه المشكله اللي عندها وازاي بنقدر نحلها قبل ما نبتدي ندي ادويه والكلام ده كله. تاني حاجه اتفضل. الروتين في العلاقه الزوجيه او العلاقه الجنسيه بين الزوج والزوجه ممكن تؤدي لضعف جنسي؟ اللي هو حاجه بتتكلم الروتين هي زي ما هي ما بتغيرش شكلها ما بتحاولش ان هي تتكلم كلام حلو طبعا بصراحه طبعا ما بتحاولش تجدد من نفسها وبرضه انا في نفس الوقت الراجل عليه عامل يعني زي ما هي بتتغير لك انت تتغير لها. هو انا مش هقول انها الروتين بس على الاقل انها تهتم بالموضوع شويه. ما في ستات مش انا مش بقول اعلى مستوى بس انا بقول على الاقل تدي مستوى الطبيعي ان في ستات ما بيهتموش بالموضوع ده اساسا والراجل بقى جاي من الشغل تعبان وهيبقى برضو الولاد وكده في البيت مضايقينها او بقى عندها مشاكل فده كله في الاخر بيأثر على الموضوع ده. هل عادات الشخصيه بس الاجابه على سؤال حضرتك الروتين طبعا بيؤدي الى ان هو العلاقه الزوجيه بتقل شويه. فبس ده برضو ليها حل وليها علاج مفيش مشكله. فاحنا دلوقتي زي ما قلت لحضرتك بنبتدي في تاريخ مرضي بنقعد نتكلم معاه بس الراجل عندك سكر ولا عندك ضغط بتاخد ادويه ايه جالك امراض قبل كده عملت اي عمليات في الحوض زي واحد شال البروستاتا او كان حصل له اي كسر في الحوض ممكن كسر الحوض ده بيأثر على الشرايين الاساسيه بتاعت الحوض فبتدي الشريان بيبقى فيه مشاكل. والمرضى اللي هو عنده انزلاق غضروف في الفقرات ده بيبقى عنده مشكله برضه الاعصاب العصب نفسه بقى عليه ضغط فبيبقى عنده مشكله في الاحساس نفسه وفي توصيل المواد الكيميائيه للعضو نفسه. بعد ما بيحصل كده بتكلم مع الراجل ببتدي اللي انا بعمل له تحاليل اوليه ببتدي اللي انا بشوف مستوى الدهون خصوصا الكوليسترول والدهون الثلاثيه في مستوى الدم بشوف السكر بعمل له تحليل صايم وفاطر وبعمل له تحليل هو الهيموجلوبين السكري اللي هو التحليل ده بيورينا السكر التراكمي على ثلاث شهور اللي فاتوا مدى التحكم فيه ومدى لازم اعمل له هرمون الذكوره التوتر والفري اشوف مستوى هرمون الذكوره عنده ازاي ببتدي بعمل له هرمون اللبن عايز اقف شويه عند موضوع هرمون اللبن ده. هل الراجل عنده هرمون لبن؟ اه عنده هرمون لبن. طب هل ممكن يزيد؟ هل ممكن يزيد؟ هل ده معناه ان هو قاعد ينزل لبن من صدره؟ لا طبعا. بس هرمون اللبن لما بيزيد بيعمل حاجه معينه، حاجه واضحه جدا. بتخلي بيحصل فيه ان مفيش رغبه. الراجل ما عندوش رغبه. ومش لمراته بس، لكل الستات. يعني تساله انت الرغبه عندك لمراتك بس ولا للستات عموما؟ يعني هل بتمشي في الشارع ممكن مثلا تبص على لو واحده ماشيه شكلها حلو تلفت نظرك؟ يقول لك انا ماليش في الستات خالص. ماليش رغبه في الستات، زمان كنت كويس جدا. انما ماليش رغبه في الستات خالص. ساعات على طول بتنور اللمبه الحمراء الراجل ده ممكن يبقى عنده مشكله هرمون اللبن. مشكله هرمون اللبن هو ممكن يبقى عنده ورم في الغده النخاميه. ادينوما. عشان كده احنا بنكتشف اورام الغده النخاميه عن طريق ان الراجل جاله ضعف جنسي. يعني حضرتك شوف حاجه بسيطه ازاي واكتشفنا منها مشكله كبيره. بل حتى احنا ممكن نكون لقطناها في مراحلها الاولانيه. يعني لو كان استنى شويه وما جاش كشف عند دكتور الذكوره كان ممكن يحصل له مشاكل كبيره. فطبعا مستوى اللي احنا نعمل تحليل هرمونات ده مهم جدا. تاني حاجه في تشخيص الضعف الجنسي احنا بنعمل اللي هي اشعه دوبلر ملون على العضو الذكري. ماده معينه كده بنحقنها داخل النسيج الكهفي او داخل العضو ودي سرنجه انسولين. وبنحقنها وبعد كده بنحط السونار او الدوبلر دي بتخلي العضو انتصاب بيحصل انتصاب بيتمدد على حسب بقى لو واحد طبيعي هتلاقي حصل انتصاب قوي جدا تمام. واحد عنده مشكله هتلاقي العضو فرد كبر سن تمام. بنحط السونار وبنشوف الشرايين. انا في نقطه عايز اوضحها للمشاهدين احنا بالدوبلر ملون في العضو الذكري احنا بنشخص الشريان بنشوف فيه مشكله في الشريان ولا لا في ورود الدم ان في ناس يقول انا عملت سونار وقال لي عندك تسريب وريدي. طبعا موضوع التسريب الوريد ده طبعا كلمه كبيره جدا ان احنا نقول واحد عنده تسريب وريد مفيش حاجه اسمها كده. لو واحد طبيعي وقلقان ممكن تشخص بالسونار عنده تسريب وريد. يعني تسريب الوريد ده كلمه غير صحيحه اللي احنا نشخصها بالسونار. احنا بنشخص الوريد فيه مشكله الشريان فيه مشكله ولا لا. تسريب الوريد طيب بتتشخص بايه يا دكتور؟ بطرق ثانيه. هي التسريب الوريد دي اصلها كلمه كبيره ان هو الفكره كلها الدم انت شايف الشريان بينبض الدم بيخش بس ما بيتحبسش بيرجع مش بيحصل احتباس بيرجع. احنا بنشخص بحاجه اسمها كافينزومتري بتبقى حاجه كده معينه جهاز معين بنقيس اللي هو موضوع التسريب الوريدي وممكن بقى اشعه بقى عاديه من ناحيه نصابها وبنبتدي نشوف بعد ما بتحقنه بقى وتصور بالدوبلر بنشوف هل لو عنده ضعف شريان يبقى هنشوف ايه السبب. عاده ضعف الشريان بيبقى موجود في واحد سنه كبير او واحد عنده السكر مشهور في الناس عندها السكر فده طبعا ساعتها بنبتدي نقرر العلاج بتاعه بيبقى عامل ازاي.
من العلاجات اللي احنا ممكن ساعتها بنديها له، طبعا زي احنا عارفين ان علاجات الضعف الجنسي بتنقسم هنقول اربع كاتيجوريز او اربع مراحل. اول مرحله تبقى المقويات، ان هو بيبتدي ياخد فيتامين ب مركب، ياخد جينسنج، الحاجات اللي بنسميها الافروديزيكس، او بتبتدي ناخد حاجات تزود الدوره الدمويه في الجسم شويه. تاني حاجه بتبقى الفياجرا وامثالها، اللي هي الادويه اللي هي سلدينافيل سيتريت زي الفياجرا. في طبعا حاجات تانيه جديده. الموضوع ده طبعا يا دكتور يعني احنا يعني ان شاء الله هنستفيد بيه في الحلقه اللي جايه، وهي طرق العلاج نفسها زي ما حضرتك قلت انا بقسمها الى خطوط علاجيه. الخط العلاج الاول هو خط التغذيه والاهتمام بالتغذيه او الصحه العامه، والخط الثاني هو العلاجات الدوائيه مثلا زي حضرتك ما قلت ماده السلدنافيل الفياجرا بالظبط. هي دي تعتبر يعني هي موجهه اصلا لعلاج حاجه زي كده. هي اساسا الفياجرا دي اكتشفوها بالصدفه. كانت دواء معمول لمرضى القلب، لمرضى القلب اللي بيدوها لهم جوه العنايه المركزه، على الرغم ان هي يعني ممكن هم اكتشفوها ان لقوا كل العيانين نايمين في السرير عندهم انتصابات. الله. فقالوا لك يبقى ده وده بيعمل مشكله، يبقى في حاجه. فابتدوا يبقى لقوا ان هو ده فعلا بيحسن الانتصاب، فقالوا خلاص احنا بدل ما نديه للدكاتره لعيانين القلب نخليه لعيانين الضعف الجنسي. طب كويس. وده اشهر دواء حقق مبيعات. طب ليه بنمنع عيانين القلب منها دلوقتي؟ لا احنا مش كل عيانين القلب بنمنعهم منها. تمام. في شروط معينه. انت حك نطيت يمكن الموضوع السؤال ده كلمه اكتشفناها بالصدفه. هو المريض اكتشف عمليه قلب فاكتشف ان الدواء اللي خده عمل حاجه ثانيه، بس هو فعلا اكتشف بالطريقه دي. دلوقتي طب انا اكمل بس، احنا قلنا في الفياجرا وامثالها اللي هي زي الفياجرا، في حاجه اسمها السيالس اللي هي ماده التدلافيل، في حاجه اسمها الليفترا الماده اسمها الفيردنافيل، في لسه حاجه لسه هتنزل، في دوايين لسه طلعوا جداد بس لسه ما نزلوش مصر. حاجه اسمها الافانافيل ده امريكاني، حاجه اسمها اليودينافيل ده روسي. بس الحاجات دي غاليه يا دكتور. الحاجات دي غاليه، بس في دلوقتي حاجات الادويه الفياجرا المصري سعرها كويس وبتجيب نتيجه فعلا، وفي حاجات تحت بير السلم كتير المستورده، يعني هي في حاجات احنا ما نعرفش هي بتيجي منين، بس على الاقل الحاجات المصرحه بيها وزاره الصحه المصريه بتشتغل كويس قوي. كويس. بعد لو ما نفعش موضوع الفياجرا او كده بنبتدي نلجا للحقن، بندي حقن موضعي داخل العضو الذكري نفسه. تبقى ماده بتحقنها جواها، هي ليها كذا نوع برضه، ودي بتعمل انتصاب، بس دي بنلجا فيها لما الراجل يفشل ان الفياجرا تجيب معاه نتيجه. في ناس طبعا ما بتنفعش معاهم الحقن، يعني حتى الحقن مش بيجيب نتيجه، فساعتها بنلجا بقى بنلجا للي هو الحل السحري، هو موضوع دعامه العضو الذكري. بنعمل عمليه معينه وبنزرع دعامه داخل العضو. دي الدعامه دي طبعا حل سحري. وممكن لو راجل عنده الدعامه دي عباره عن سيليكون، بتبقى من ماده سيليكون. يعني ممكن تتني وتتفرد، هي بيبقى ليها طريقه معينه. انا طبعا ما كنتش اقدر اعرض فيديو طبعا عشان لا هو انا بنوه ان الفيديو الخاص بزرع الدعامه موجود على موقع الدكتور عمرو الاهواني، يعني لو انت عملت سيرش في جوجل مركز الدكتور مركز الاهواني www.ahwani.com او www.ahwani.com هتلاقي فيديو خاص بشرح موضوع زرع الدعامه وكيفيه زرع الدعامه وكيفيه عملها. هي حاجه عظيمه جدا بصراحه لبعض المرضى اللي فشل عمل خطوط العلاجيه الاولى. دكتور صلاح، هل تعلم الذي اكتشف عمليه او فكره عمليه الدعامه دي كان دكتور مصري في القصر العيني؟ الكلام ده اقول مثلا حوالي من 70 سنه او 80 سنه. 70 سنه ما شاء الله. كان دكتور جراح التجميل مشهور جدا، وكان خد ضلع عظمه وزرعها جوه العضو. هي دي كانت الفكره، ابتدت كده بدات تتطور. ابتدت تتطور ان هو بعد كده وصلنا اللي هو الجهاز الموجود دلوقتي. الجهاز ده في عينين بيبقوا مش متخيلينه، بس احنا الدعامه دي بنحطها جوه العضو نفسه بنفس حجم العضو بنفس كل حاجه. وبيبقى من جوه، يعني اصلا مش باين. احنا حتى فتح الجلد بنفتحه على فتحه الطهاره بحيث ان هو حتى ما يبانش ان العضو فيه اي سكار او ان هو فيه اي تشوهات او اي حاجه اتفتحت. وبيبقى الراجل عنده انتصاب 24/7 24 ساعه في اليوم. بحيث ان هو دايما منتصب، يعني هو بيبقى ليه طريقه، هو بالتاني كده يلبس هدومه وما بيبانش، ساعه الانتصاب جاي فرده. فبالتالي هو يقدر يعمل انتصاب او يقدر يعمل علاقه زوجيه في اي وقت هو عايزه، مش مرتبط بوقت معين بس. والاحساس زي ما هو والقصف زي ما هو ومش بيبان. فده طبعا من الحاجات اللي هي غيرت كتير قوي في حياه ناس كتير. انت ممكن يجي لك شاب صغير، الولد ده من هو صغير عنده سكر، ولد زي الفل، بس السكر مأثر عليه ان هو مش قادر يجي له انتصاب. والولد ده عايز يتجوز، عايز يكون اسره والكلام ده كله. بتعمله العمليه دي خلاص. انت حللت له مشكلته. طبعا زي ما الدكتور عمرو قال ده يعتبر حل سحري بالنسبه لحالات كتيره عندها مشاكل في عمليه الانتصاب والحفاظ عليه.
وفشلت في الخطوط العلاجية الأولى التي ذكرها الدكتور عمرو. أنا للأسف إن وقت الحلقة بيجري بينا، فإن شاء الله إحنا أعزائي المشاهدين هنتابع في الحلقة اللي جاية بقية الموضوع. بشكر الدكتور عمرو على ما قدمه لنا من معلومات، وبشكر السادة المشاهدين على المتابعة، ودائما يعني اعذرونا إن إحنا بنفتح مواضيع زي كده، لكن هي فعلا 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 مهمة وتمس حاجة ناس كتير، وناس كتير قوي بتتحرج إن هي تروح تسأل طبيب أو إن هي تستشير طبيب في حاجة زي كده. لكن زي ما الدكتور عمرو قال لنا، ممكن مريض يجي لك مشكلة ضعف جنسي يكتشف إنه عنده ورم في الغدة النخامية في المخ، فدي مصيبة. فأرجو إن إحنا دائما دائما لا نتردد في سؤال الطبيب وفي المشورة الطبية. بشكركم أعزائي المشاهدين على هذه المشاهدة، وإن شاء الله أشوفكم في الحلقة الجاية نكمل موضوع الضعف الجنسي. بترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.